شنو كلمة؟ هذا نشاط ديال إعادة الهيكلة ديال الجهة ديال الرباط، اللي على كل حال كانت الأخ المسؤول الجهوي السي عبد العالي حميد الدين المحترم والشريس في بعض الأحيان يعني كان مادام لا عضو في الأمانة العامة ما بقاش عنده الحق يسير الجهة على حسب القوانين ديال الحزب، فكان المفروض يكون هذا المؤتمر في الأول ولكن خذا وقته مع بني ملال والجهه ديال الجنوب، والان وصلنا للرباط وحنا داخلين ان شاء الله. نطلب الله التوفيق. يلا السلام عليكم. هذا مؤتمر عادي الجهه ديال الرباط بالنسبه للحزب، اليوم غتجدد الهياكل ديالها وانا جيت باش نحضر معاهم كامين عام وكرئيس للمؤتمر. المسؤوليه هي اول ما قبل كل شيء ديال الحكومه اللي كيخصها تعمل كل ما تستطيع ان تعمله حتى يخفف الوطأ على عموم المواطنين، وهذا لا ينفي أننا نتفهم أن هنالك إشكاليات كبيرة مرتبطة بالتحولات الواقعة الآن في العالم، خصوصا الحرب اللي موجودة في أوكرانيا. إذا خص شوية ديال الصبر. هذيك ما عندها علاقة، هذيك ما عندها علاقة بالحزب، هذيك 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 أمور أحملها في صدري أردت أن أبوح بها قبل الرحيل. يا الله اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.